بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مغلتي. بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مقلتي. وخطوة سحرية تنساب مثل النسمة، وحينما تبسم لي تكسرني بالبسمة. كأنما الدنيا تماما أصبحت في قبضتي، أبدأ يومي دائما بقبلة من طفلتي، من طفلتي. لأنني أعود طفلا بعد تلك القبلة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد ندرس بوحكوسها بشيسين يا حي وصائل التربية الإسلامية للأولاد. أما قابك الله ربين كره عرورت مسلمين تاه درس بوحكوسها بشيسين يا حي مسألة كوسها بشيسين تربية دا تربيه دن ما هسيبه وصايش اللي هديك سدو مركا عرورت الله تربيين ايو وادرس بالله رونهانتي لكن وحيسكو دي اينا سو كوبه وقت قدرا دي مركا انكا ورما انه ان لتربيه يا عرور يقابك الله تربيين كرو اما ادواتك اما قلبك اما وحل لأديك سن كرو إلا الربية المعروري واحفظت معها ما يستوى إلهي سبحانه وتعالى إنه بريه نبينا عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام وحاو تلمام يا دعاء والدك إن لا أقبله سدح الدعوات أما ثلاثة دعوات مستجابات بالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك فيهن صدح بريا ولا أقبله صدح دبريا ولا أقبله وحنبه وخط المام يا عليه الصلاة والسلام إنه كم دي هاي بريا دا والدك والدك أدو إلهي المها أو بريا أو خير أو بريا ولا أقبله أدو المها إلهي أو بريا شر أو بريا ولا أقبله. ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام وخط المام يا إسلام وتمي إنكِ أي دشي أو عابدة أو كبحي ماله يدك الدجنايين ومال جارس أو مع جارس ما يستي عبادة درادد أو يسوع سلاتك ترى يوتمي أو يكتري يا جريج هبلا أو يكتري أو يدي له صلاة دي يا بس خلافيه هو يو ده بتنا صلاة دي إسكا وطي أو يمرس اللبات كتري أو يمرس الدحات كتري أمر كيدن باي حبارتو كتري إلهي وحن كوبر يدو مركا حن حن وچقو دا اللي كتوس حديث السام وضا نقانو حديث السام وضا نقانو حاو تلمام ايا إن دو مركا حن حن إلهي وچقو دا تصينكي إساقو هدنا حديث كو تلمام ايا إن ايهايين صاحب وكرامة نينكا كان وهانين كرامات كو اي كدعي وركا مركان سو كوبو وخا ويهان تربيه دو كوواد اي قران كان بدن ان كو ارغناي انبيادي او الهي بريسا ربي هب لي من الصالحين نبي الله ابراهيم اولي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ان قران بدن بدن با الهي نو كو ورميا انبيا بدن يا دد مؤمنين او الهي كبريه انو بد صالح الله سيو عكسنا خطرت سوليه سومالدنا عكسي وبدنتي وين المال حبارو هو يدو اني ترى بلايا كو دحديو مركو يرا دبا ميل درن كا دحيو امتحان لك بدي يعني حبارداسي وان سلاي دباته بدن سوماليه كتاغري وادو مركا حباركودي وا هويوينكا حباركودي. ولذلك اول شيء ان دينت المام يا وحوي يعني انه الهي عبرته وبرنه ان الهي صوبيه سبحانه وتعالى وهاجيو حبار كان لغا إلاليو شيء قال لبادان تلمامي نوح ويان
من طبيعة البشر وحكم إذا كُضَّ يشعر بين آدم كوس كُضَّ إذا كيّر وقُرَ ما هي حتى قف كوين كُضَّ يشعر سوحي كان ستا عدك لنقن كيد أما فكرة ديد أما أركتي ديد إنو قف كُضَّ إذا هدي أي مور بابلر نغطه وحعانا أي نغطه أما عدك لها هدي أن نغطه إن رول موردل كي لغو ديان إيه عدي مدنيدن لغو ديدا هدي ووقاته ولذلك إنسان كو حيدادان إنتو عقلك استعماله مرارك قارك دو حكبادان إنتو كو ديشاد اسك استعماله وحلقي يابا dhalinyaro dhafarada xirxirata inaad aragto ama timaar raameeya macaynkan cid ku tiri raameysa ma jirto cid ku tiri timaar xirxira ma jirto cid ku tiri surwaalka daloosha ma jiro laakiin role model cid uu arkay oo markaas stars loogu sheegay xidigo xidig muusiga ciyaara ama xidig kubada dheela ama xidig wax kale dheela dad xidiga loogu tilmaamay muuqaalkood ayuun buu jeclaystay inuu ku daydo إذن أصل وحاء إنسان كو ينوكي عليا كو ضايشادا مركا ويريا هين وكسي قار ويا المها ياري وحا وقوه الرئيا وح كبرتا ومحاكاة وكو ضايا وتقليد المها ياري وحيا با وقوه الرئيا وح كبرتا حتى أفكا محال كبرتا أفكا عرورتو برطا دي سكول لما جي يافو لما صاردقا أفكا هو يدي أبيه كو هدليان دكتيسة مركا كو صانغو نغضا ayuu tijaabiyay inuu xarfaha oran karo maalin basidu xaraf u soo saaray ama mid u soo saaray ku dayasho uu wado ayuu luqada tan sugaa luqada aabihii hooyadii ku hadlaan sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rususha markuu soo dirayo lama soo dirin buugaag qura oo sida wixii loogu talagalay in basharku ku dhaqmo qur'aan qura lama soo dirin waxa la soo diray rasuul bini aadam oo soconaya oo waxaad u baahan tahay u baahan oo waxaad dareemayso dareemaya oo saad u fakarayso u fakaraya oo haddana qur'aan socda ah haddana ku dhaqmaya qur'aanka si uu u noqdo dadka role model uu ugu noqdo mathalu la'la wixii koreeyay ku dagyanayaan si uu u noqdo ولذلك أي إلهي القرآن سبحانه وتعالى ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحيد كسغا إلهي رسول كيسة كد يشفي عن بار ربي لي سبحانه وتعالى أما القرآن كنت إلهي نبيك والرمي أي ربي ويقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كو كان وكو ربي سبحانه وتعالى أدورتي تعالى وفي القرآن وكت المام يا مركة أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي أنت النبي لك والرمي بها إلهي لي قواسي وقوي الله الدورتي وهنوني هنون كودك قد يو سنو قيدو حينو لنا هاي أدي أنو ربنا المفي عرر أنو التربية إنو حلو باهن يي كو قرغوينو في عناده وهو يدي آبه إنه تصاله ونقضان دا أديسو إلمها مركا يرتحي دوني دا عدة وقوينة ويقان نوابه هو يدي هو هستأبهين الرقين وفي عن يهي هو يدينا الدمرين وفي عن طي لكن كلما دا أديسو أي سوكرته مركو سو كارو سوكر أبا ليرر كآبها يهو يدونا هاسبه وصوك قابتان وإنتو مركي هرو هستي وكسو قابتان أما وكسو يرادان ولذلك با علم مركو دوريو تبان جير غاردو وحو بلا با مران يا دود يا انو ان بدن وح نقديو صوت وح ويان اول موديل كي هو هيستي اد كا اولو وينا ايا انتي هره كسو غابتو كسو يرادا وحي و باهي ماركا علم انتو يريي ان لا برو عيد رول موديل كا واما عيد و كو داينايو ان لا برو نبي عليه الصلاه والسلام ان لا برو صحابه دي نبي إن لبردتك صالحين تا أنت ويريا إنو برطا عدالة أنت ويريا إنو برطا إنفاقة وحبحين تا أنت ويريا إنو برطا رنشاقة أنت ويريا هاي إنو برطا أخلاقيات كدتك مسلمين تا أيوبا هين إنو قد أغمارا هدي قريقة وعدالة كبرطا لغاك الصومالي دو قريقة
نحرست إنه برتابي شعلي إنه ما بشعلة إنه عدالة دبرته مثلا تصال أنا دي سينية قريقة دقاك الصومالية إلمها وغيري والله نحرسته مركزة والد كو حكو إلزامية وحكو قصبة كو ووين ودمينة ونحرسته لكن عدالة دلونته ilmaha yari markuu ogaado wax kasto uu qabsado in la siinay wax kasto uu ka weyn ku qabsado uu ka yar yasiin baa la yiraahdaa cadaaladna maaha waxa cadaalad tahay wax weeyaan qofku wixiisa inuu yeesho haduu wixii uu aanu lahayn uu ku haysto in la yiraahdo warkaagi maahay uga tag maalin buu ooyi mar buu ooyi mushkilad maaha قال له هذا و عدكم له واسكليته المهيري مالب اوي اما مرب اوي لكن بعد ذلك وحو بران دون عدالته وحو بران دون قفك كلا حق سينو الى اليه ولو ولالكين ها هذا كوين هدي لو قنعن كرو ولالكا يو نحرسه واصح لكن عن طوع وين وقوقنا ما هنا كو قصبته ترى وكاير يي لو بي لو سي وكاير يي خولكو ماله قف ولي با وخي سولاي وحن مثال كانوا بحنيا انو قفكو انتو غريغا جوغا او برتو وا سببتا علما سوماليغا يورو وها عان نوقتي مركا لغييو مركا لغييه علما سوماليغا كيندر غاردنكا اما ميلها كان عرورتا لو هيو dadka kale caruuraha kale buu wuxuu doon ku wada qabsadaa way waan ninku soo tababartay guri ah wuxuu qabsadaa in loo siidaayo oo la yiraahdo uu yari yahay la siiyo hadhowba loo taag waya kindergarten markuu imaado shookiisa haysto ka kale buuga ka qaadayo qalin ka qaadayo qalin waxa laga soo haysto kooda la yiraahdo ma ogola caruurti kale wuxuu iyo dhan buu qaadanayaa u sheegay inuu kuwa kale wuxuu u daayo sababtu waa tarbiyada soo siisay guriga waxaad ku bartay qof kasta oo guriga jooga wuxuu ku qabsaday in loo siidaayo maadaama uu yar yahay in loo siidaayo waxaan uga jeedaa marka mas'alada tan ilmuhu intuu yar yahay ayuu formation kiisa abuurkiisa ama qaabayntiisu ay socotaa intuu yar yahay waxa roon inaad wax kasta intuu yar yahay bari kartid ولذلك وحن كو غبغبين يا قدبك كوواد وحين هو باهنه انه قدوه هلا المو قضيه شفي عن انه هلا oo ah aabaha iyo hooyada guriga jooga inay manhaj ay ku tababarteen ama qaab ay ku tala galeen inay wax u tarbiyeeyaan inay leeyihiin oo ilmaha yar lagu koriyo salada labaad ee aan ka warramayna waxa weeyaan culimadu sheegaan waa wasaa'il darisku wasiilada labaad ee ugu fiican ee ilmaha wax lagu baro waxaa ka mid a bay dhahdaan atarbiya bilqisa insaanku sidiisi uu sheeko jecel yahay قفك بن آدم كاهي شاكدا وجعلي إلمه نو كسي جعيل بدن يحي طرق دا وقفي عنا إلما الله طبا براو حكم دا بيدا دان الله شاكي هرتسي دا بقى الصدو أما شاكدو راد بي قفك بن آدم كاقول آغي ولذلك بقى قفك الروح الجدي سينو السوغو انت بدن تاريخ دو دبقو نغدا شاكو كينا أما ماه ماه بو كينا ماه ماه دو وامحي وشاكدن وسنتينيس لغو سوكو بي qisa dhacday oo tiro badan oo hal ku dheg loo sameeyey dabeetana waa sheeko dhan oo hal jumla ama hal sentenis lagu soo koobay waa maahmaaha qofku markuu maahmaaha iyo markaa wuxuu rabaa inuu qisa dhan kuu sheego oo dhacdo ama tan uu ka hadlayo u eeg ama wuxuu kaa waaninayo u eeg meel ka dhowaan tilmaamo qur-aanka in kuna aayo dadka badan baan rajaynayaaba qisa ah qur-aanka in badan badan oo ka mid ah ayaa sheeko ah qisaskii ambiyada ummankii la rogay qisaskoodii dad kaloo badan qisooyinkoodii waxaasoo qisaa ilaahay wuxuu inoogaga warramaya subxaana wa tacaala inaynu wax ku qaadano bale nebigaa la amray oo ilaahay leeyay faqsus ilqasasa lacalahum yatafakaruun dadka sheekada uga waran qisaska u sheeg waxay mudan yihiin inay fakaraan ilmahu markaa intuu yariyey adabka fiican akhlaaqda fiican dhaqanka fiican dadka wanaagsan in looga sheekeeyo waa wasiila tarbawiya soomaalida dhaqankeeda markaa dib ugu noqono masaladan way taqaanay
لكن waxay ku saleysanayd hadafka tarbawiga ay leeyeen dhaqanka Soomaaliga waa dhaqan reer miyi reer miyiga xooluhu marku soo xarodo ee la soo xareeyo markaaba hadhuubka lama hoos galo ee xoolaha waa la xareeyaa waa nastaan waa degan gala xidigaaba loo eega xidig heblaaya markay dhacday inba hadhuubka lala hoos gala caruurtii maanta oo dhan xoolaha raacaysay haddii ay sugto oo la yidhaahdo ha sugaan caanaha inta la lisayo way luloodaan waxaa caada ah markaa dadka waaweyn inuu caruurta u sheekeeyo islaamaha waaweyn iyo kuwaas inay caruurta sheeka u bilaabaan sheekaa looga sheekeeyaa sheeka soomaaliga caruurta loo sheegaa wuxuu u badnaa sheekooyin ku saabsiisan libaax iyo yacnii dhiirani sheekooyin ku saabsan waayo ninka reer miyiga ah tarbiyada laga rabay waxay qof aad adag oo dhiiran oo wax iska dhicin kara inuu noqdo haraad u adkaysta geel raaci kara libaax ka dhicin kara waraabo dhicin kara marka qisaska soomaaliga nooca ku saabsan waa wada waraabe iyo libaax iyo dawaco iyo bahal bay ka warramayaan laakiin wuxuu waafaqsan yahay manhajkii fikrigooda ahaa ama ilmahay rabeen noocuu noqonayay buu waafaqsan yahay waxaynu u baahannay ilmuhu inuu sheeko helo waa laga maarmaar laakiin qisadu waa inay noqotaa qiso haadifa oo macno samaynaysa oo muthulka ama afkaarta la rabo in ilmaha loo gudbiyo weeleeya weliba ilmahan dambe mucaasarka ahina siiba dugsi hoose markuu dhigto waxbay akhriyaan inan yar baan arkay oo shahaado la soo siiyey dugsi hoose ku jirta muddo yaroo laba saddex bilood ka dhadhow ayay shan kunoo beyj akhriday waa inan yaro soomaaliyeed shahaada la soo siiyey shan kunoo beyj inay soo akhriday كل هذه القراءة وحي كسر لي سنيد لكن ده وحيون يجوا يسين يانا ما بوكس كي ودي بيانا ما قاب كي ربنا نفكره وحي نو بهنا يا ما في صومالي أكو قراتا ما في إنجليزي أكو قراتا ما في عربي أكو قراتا اللغة وقف كان يقرن أيوه أما قصص بوهاجة أما كوا والد كوكا شيكاية أما معلم كوكا شيكاية أما واحد كان لقى شيكاية وأساليب تندلنت يرير وقلت رضا بدن لي القرة هذه مسك حديثة وحلو بشيكي كرم ولذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن بدن وقصصة إلهي كسود شيء أحاديث النبي عمر كذا ركت قصص ضبط رب بدن بقصة أراري دل يرد مرة إن دل يرى خباب من الأرض لا يده دوي من النبي أو كعبة نية غير ما كان نبتية مشكلة دي اللي هو جيستي سوى كعبة ده هر كذا كيفة النبي عليه الصلاة والسلام وحكي لي وردت كيدين كيدين كهر ريم متكود أنت الله سوق بطابة دفعت بره laftiyo hilibka lagu kala saarayay ama inta la soo qabtaba miishaar madaxa laga saarayo laba loo kala jarayay waxaasoo dhammina diintooda kamay celinaynin ee ilaahay baan ku dhaartay diinta tan ilaahay wuu gargaari doonaa ilaa iyo sanciyo xadramowt dhexdooda qofka muslimka intuu iska socdo aanu cidna ka baqi doonin alle mooyaane subxaana watacaala yacnii nebigu si uu ninkan wax uga dhaadhiciyo wuxuu u soo qaatay qiso horoo dhacday ama qisas horoo dhacay dad hore iyo wixii ku dhacay iyo ninkan wuxuu ka cabanayaa la iswaafajinayay idan waxay dhahaan mawduuca qisadu waa usluub min asaaliibi tarbiya waa qaab ka mid ah qaababka caruurta loo tarbiyeeyo waxaa ka mid a qaababka caruurta loo tarbiyeeyo oo aan soomaalida agteeda buurray in la qanciyo soomaalidu ilmaha waxay ula dhaqatay inaan waxba fahmaynin waxbaba kala garanaynin dan siduu sakna caskariya ku jira ula dhaqmataa sidii qof xere militari ku jira xerada militariga awaamir unbaa laysa siiyaa saa yeel saa yeel saa qabo waxaa samee ciddii awaamirta khilaaftana waa la ciqaabaa un waa nidaamka militariga oo askarta lagula dhaqmo guryuhu xerya militari ma aha haddaad un guriga markuu odaygu soo galo awaamir unuu bixiyo islaantu markay soo gasho awaamir unu ay bixiso caruurta wixii awaamirtaa khilaafa xer ciqaabeed un la mariyo mid guri lagu xidhayo mid la garaacayo mid wax kale la sameeyaba ma aha si saxa sida saxahay waxa weeyaan ilmuhu waxbuu fahmi karayaa kow in la isku dayo in la qanciyo mas'alada waddannadan aynu nimi weyn igaga fiican yihin waxaad arkaysaa qof weyn oo ilmo yar wata oo u sheekaynaya oo u sabrayo ilmuu carcararayo kolba meel istaagayo intu soo qabto wax u sheegayo waxani waa mamnuuc ma fiicna kani lama ogola wax u sheegayo waa yahay leeyo raacayo laakiin masaladaasi inta badan waxay ku salaysan tahay wax sabir la yidhaahdo iyo dulqaad soomaaligana waa meelaha habaarku kaga dhacay ninka soomaaliga la yidhaahdo
إنه دل قاطه أما وحو الصبره وما لها دين الصبرين دين ومين رقنين بقرقين وكنمي دينون صبره شره أما إنه دل قاط شري كريه الموحو بهي إن لو صبره لو دل قاطه وحو بهي إن لو شغه وحلق قنعيه ولو أسئلة كويدينة يا عررت وي سؤال بدنت وحقيقة شرطة ولو سؤال كويدينة يا حتى هكا كان أظن مثلا اللي يرابع النبي قوي مع عليه الصلاة والسلام مرسو حكوا يري سوى النبي صحابة دي لفرد يلا وضع فرد يو أيو أنتو يمو يري وحان ربا أنا قد دو مركان وباهن إلا فصحابة ربا انزينيستو وسؤال قوب النبي محمد فرد يتمي إن اللي يرابع كتمي وحاول ضلبنا يا وحوينا نجزينا ده الله يوكل هذا أنا وين لا يفصحه أيان دوني يا أبوي ده بتنا ضد كي باه هذا الله ينبغ وحوينا موسى ورسوله ووضعنا ما ماجن ما عاين وحوكم السمائين وسوله ويعلمه إنك يرى وحوينا سوله وسوله هذا إلا ونبغ هرتي سفر استع عليه سلامة وسلام ده بتنا نبغ ضاد عادي ولا سمي فلو حكوا يديه هو يدام الله تعشى برقصود الماي هو يد حق يدين لما رمى ربو وحول الدم برك كلنا قارم به هو يوينا الله تعالي وحقو يدنا بقى عليه الصلاة والسلام إن أنت هذا ما الله تعالى الله برقصود الماي إن أنت إذا نمر ربو إذا ركع كهيستا وحقو يد الدم برك كلنا رقم به هبله هو يوينا الله تعالي نبو حقو يد عليه الصلاة والسلام ولا شام الله تعش ماي بيد هذا النبي هو حويدي إذا دام الله تعش ما يبيروح ويدي هبر يرتام الله تعش هؤلاء كحي الرئيس جه من كان ياما هو يرد شيء ينام بود علي أما ولا المولي إذا يطاي هبر يرب يطاي أنت نمي الله رب تابوري نيزن استنا صوغ قلا حد ما إله الرسول كسيه قوة الله رب بحركوا كلاك صعتهان إني معدهم بيوين هبر يري إذا يهو ييران أيوين دك خلنا الله بتشعلا زينه دان دكوده دهتنا سوو دو ابو نبي كوي عليه الصلاه والسلام تو لابتا غانتا كساراي ايو مو ماغين منو عاينه واو سي دعي اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحسن فرجه وحصن فرجه نبي عليه الصلاه والسلام حكويري الهو كان ذنبي سداف وقلبي سطاهري وفرجي سو دو هاي علماء يداه نكي الهي دعدي نبي غو اقبل ويلكي يرا وقبر دم بدبو ميهي سالة محانو قد شهده وحانو قد شهده إنو اسكو ديهي نبو عليه الصلاة والسلام إنو قنعيه وكا قنعيه كالدودة زيناد وحوني نيتي أفكنا لغا قبو دين وحبا لكن وحلوش يغسو وقنعه ويقفك ابن آدم قاوح كنترول قلبي يساقو فيعان إنو قفكو وحنكو قنعه إساقا يكتم هذا بلا مسائل تاكا آدك با قرآن كتالة قرآن كوحكو يالة نبي الله إبراهيم وإلهي وحيودي ومسألة أذك لو وحيودي لو وحيودي إشيكو قبوبي وأن عرور هرودة لكرين وهل المارد علي إلمه إنو قورعه يا إلهي وحيودي نبي إبراهيم يدو الله إيقا يبل نبي إبراهيم من تعزيمة جيسو قارسي سنتي هدي أديك أنت لوشيء لها، أو أتوقع أن الهيدي نتفلسه، هل غي أبلاين أتصدق هذا الدكاير ملاكو يه لما يه، سوى ماله حتى عنون تطبقون شيء بعده، مدي دمري، أقول دافع، إلا إن الله يبهي لك هو رعي، لكن النبي إبراهيم سيدا ما يه لنا هو أويمي، أقوله يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى ويلكي يو ريا إلهي قدسي ريا دان بيدنا ووحي تينا لما مدها ريا إلهي قدسي ريقوك قورعية فانظر ماذا ترى بل هدوفر سؤالنا محي قلت يعني قفك واحد أركيس أبهن إيه إنن كيس علاقة كده حيسين تيجار سيسري كل سوني دل يسكو قبي لبض وصيد إلهي وضر رمي سنايا واحد لقيت تلقلين يا واحد وياني لقورعه أيال الرباني لقوقا عيو لقيت تلقلين دمتنا واحد لقوا برين يا إيه محي كولا مغطى
إبراهيم تويالي وحكسي عجب بضانيانا ويلكو تويالي ما عررين ما رومان ما خيامين وما ورنالك أنكسر نقونا يا إسكبتكين وحبك لما صبعينينا يسنو الحكولي يحي يا أبا تفعل ما تؤمر أبا وحيل وأمري السمايبو يلي أنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين هذا هو وحيل وأمري أنا قدنك إيقانا وحادي هل الدونتا أنا قوة صبر كمدا وراك إلهي وحينات المامة يا وقتي كان يقرموا فلما بلغ معه سعي بله وأمركي وإسماعيلون لشقين كريي وإلمة تبنشر دورية تبنشر مركا مريا لما ديبا إلهي بيسوه ده ديبا كدي مركو إبراهيم دمعين وبرأيه أي إلهي قرآن كوحو لي وفديناه بذبح عظيم وحن قفرني وين بالي دي بالا كاني كيبا إبراهيم قالي ويل كان نسك سيدا بالي دي إلهي نوح كسفين نبي إبراهيم ويأي وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إبراهيم كي وحك استرد ما يستري أما إبراهيم كي إلهي اتحامد يودنكو قول يستي أبو الأنبياء قصة ده وحن نغتش إذا مركا مسائل كيدا كالك ما حضلي لكن هل مسألو أنك حضلي نوح ويان ربايا كالسوني دا نحتى اللي آبهن يأينا كيسويني قارسي سنين إن لقى وضع هذلو يدو ليس جورعيه أرنك لقى وضع هذلا يوي هاي إن كير لجورعه أو كقن عكره إن أبيه جورعه أو أقبل كرين برت على ماريو حلينا مرك المهو يا أبو هذي كلسوني ده سدح ده ضع أبو رنتو والله سقن عكر يو وحفظت نلاشو إلا وداه وراكو حينات المامية نبي يوسف الميرة ودان نلاش وحى وكسو أركه حتى ريدي سي أبيه وغور ربيا يعني حديث كأبه ريه كده حياة المهم بيت المام إسا هذا وحلاقة يا بعضو كل هذا مر كده أفكك كجب ودو هذا مقالة سوق جبينا ركوش يجين ويا حديث كده كده حياة مد أوامر يد نقالة لكن نبي يعقوب إن كيسوح وغور ربيا ما هو حصار كي يغوره حتى أمرك الرياضة وحوك الرياضة أيها أبيه اللي وداغي أمرك سوح إليه قال يوسف الله أبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين أبو وحن أركي كوب يطبن كوكب يا عدعيد يدي حي سجودي أبيه نواه فصر ووت الماموح قول يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين أبو رياضة ولا لدى هو شيء كاله وحلقه يا بيان يكون نكران ووايو والسببية وحقوه إن الشيطان للإنسان عدو مبين شيطان إذن ارتبا يوبضان طاي شيطان كنا تدقى علبوي قرآن كوحين وقوى الرمية نن لا يرادوا لقمان الحكيم لقمان إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوه كشجين وحكمة سيئة دبتنا هالقصة قرآن الله ينوع قصة شجين دن من هذه القصة ومن الحكمة السيئة بكم تهاي قصدنا ويسجئين كيسي ورد حمري وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيده يا بني لا تشرك بالله وحدثك وقبر رطابة إلهي إلهي اللقمان مركو إنا كيسي كيوليسك ووانين إياه المهيق يو إلهي هو شركي يلي شركه هو إلهي عبادة عدك لها اللو ذاكين مهد نقى ربي سبحانه وتعالى عدنا كل ما نيني سأشو حلقة يا بواي إنا اعتماد وحوش يا قيد دليلك وحلية إن الشركة لظلم عظيم شركه قال لماذا أمل ودات التاسي والظلم وين قفك بن آدم كي ظلم وين حين يوي يقانا هدي علمان طوح قصيصه وكسو كريسه وحول كادر بسه نيفي عن تي حوله قفك أسي وكسيين التاك كلا تقال لنته عقلك عادي جابا ديدي والظلم
isaga wax u taraya wax u siinaya oo wixii uu ku siinayay maxay aad kula diraraysaa macquul baa ka waran rabbiga ku abuuray ee caafimaad ku siiyey ee nolol ku siiyey ee kownkan ku keenay ee hawadan dhulkan waxaanaad cunaysa o dhan isagu leh haddana inaad cibaadada cid la wadaajisa miyaanay dulmi akbar ahayn waa dulmi weyn ilaahay siyaa kuu nimceeyey halkaad isaga waxda uga mahadnaqi lahayd keligii aad caabudi lahayd mid aan waxba ku siinin inaad caabuddo ama u mahadcelisa rabbina aad dafirtaa waa dulmi luqmaan alxakiim inankiisii markuu la hadlayay wuxuu ku yidhi ilaahay ahu shirik yeeli wuxuu see u sheegay sababtu waxay tahay oo wuxuu leeyahay inna shirka la dulmun cadiim luqmaan qiso dheer buu markaa uga warramayaa ilmihiisa mid kasta wuu sababaynaya masalo kasta uu uga warramo wuu sababaynaya waxay leedahay marka iqnaac iyo isqancintu waa aslun min usuuli tarbiya bay dhahay ama وصيلة من وسائل التربية أسلوب من أساليب التربية طريق من طرق التربية ووضوك مدى ودوينك وحلق الربية وأباها إنك يدشي أنه إنه يسفهم كرنه وضحد لكرنه استدقيسان كرنه اسقنعين كرنه وحيسو شيء كرنه مركز سواحا يمادا أسلوبك وعدك وأنا أسلوبك قرية صومالي تغانا إنه وضي بوانيه أما نصيحة إنك وشيبه abo saa iyo saas ma fiicno saasaa fiicano saasaa nasiixadaa waynu naqaanaa iyadoo mar iyadoo kuusan inanka loo sheegayo dabcan nasiixadu waa ka mid yaa ayuha annaasu qad jaa'akum mawcidatu min rabbikum washifaaun limaa fi suduur ama qisada aynu iminka akhriyaynaba waid qaala luqmaanu libni wahuwa yacidu baa ilaahay yihi waanadu waa ka mid oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka waa waanin jiray cerbaad ibnu saar iyo xadiidkiisii waa kii lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baana waaniyey waano ay ishu oyday oo qalbigu gilgilmay markaasaanu idhi ilaahay rasuulkiisii ow tani waxa u egtay waano qof naga tegaya ee maxaad nooga tegaysaa markaasuu nebigu yidhi ilaahay inaa ateecdaan uusiikum bitaqwa allahi wasamci waaaaca waxaan idinka tegayaa rabbi cabsidii iyo kala dambayn iyo ismaqal umam hadday kala dambayn iyo ismaqal waayaan waa ummad halaagsamaysa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dardaaran waxaan idinka tegaya kow ilaahay inaad ka cabsataan laba inaad kala dambaysaan xataa mid addoon xabashiina madaxa idiin noqdo yacnii bulshadu qof ay markaa yeesaysay ama bulshada qof aan ka mid ahay ama dadkeedii mudnaanshiyaha lagu yaqaanay aan ahayn xataa kaasi hadduu madax noqdo in la maqlo oo la aatiico xadiidka kani waxa uu tilmaamaya waanadu qof weynna waa la waaniyaa qof yarna waa la waaniyaa qof walba waxbaa loo sheegaa waalidku inuu ku dadaalo inuu ilmaha waaniyo oo wax u sheego asaaliibta tarbawiga ah ee la tilmaamo waxaa ka mid ah tarbiyadu macrifo maaha yacnii masaa'ilka cilmiga ah mar baa la sheegaa waa waxuun macrifa loogu talagalo lilmacluuma qofku inuu garto laakiin tarbiyadu maaha taasiye waa wax la rabo inuu qofku ku dhaqmo maadaama ay ku dhaqan tahay waxay u baahan tahay waxa wanaagsan aad qofka la rabto oo dhammi inay xad gaadho inay kaljar noqon karto inay caada noqon karto inay dhaqan noqon karto in wuxuu dhaqan noqdaa wuxuu u baahan yahay in wakhti la siiyo in wakhti la siiyaana waxay u baahan tahay inuu waxa kani si istimraariya continuous si isdaba jooga in loogu sheego ilaa qofku intuu ka tababaranayo masaladaana dadkaan sabirka badnayni ma awoodaan soomaaliduna dadka sabirka yar bay ku jirtaa yacnii matalan ilaahay qur-aanka salaad buu inagu waajibiyey qofka muslimka inuu tukado waxaana la waajibiyey inaad dambaabayso haddaad tukan weydo rag iyo dumarba markaad qaan gaadho laakiin laynama odhan markaa qaan gaadhaan salaadda bilaaba markaasaad dambaabaysaaye waayo wakhtigaasi waa critical point buu joogaa waxay ahayd wakhtigaa markuu soo gaadho inuu noqoto wakhti uu salaaddu caadooyinkiisa ay ku biirtay waanu culays soo arkaynin aqoonteedii uu sigay uu sugay waanay waxbarasho badan uga baahnayn ay noloshiisa baart ka mida qayb ka mida noloshiisa ay tahay sida awgeed baa waxaa la yidhi ilmuhu markuu yaryee toddoba jir yahay
صلاة دبر بالليل تدبتشر تدبتشر وحد التمييز ووقت وقفك وحك الصوعه سلا وجد وقت جاو حبر تام بالليل صلاة ووقت جاو حد مرة يسا طهارة دي يسال طهارة قاطه وحلا برايا دي وحر وآخرنا يمر كنت كريه قراكي وآخرنا يي فاتحة دي وآخرنا يي أذكارتي كلا وآخرنا يي هيئاتك وتكنا يي لكن وائل مير واجبك معها على يابا مرين ولا بس سلادوت كذا هدرك هاب حصدا مر كلا حبت كذا سكت قام مر كلا سدح سلادوت كذا وضو لكن واحد لو يري 3 years طلقات كا وقولوا إنه سكب حصدا ترين كسيها صعدا هذا قدرنا كاجا ترين كادو بسط في كاهو تاجنو إن أتبيحنا يسوع هذا يسوع سكب حصدا وحباكوا عقابه تبان شرمركو قاربا للي وين لإلزامية وين لغو ماغي كراها دوكا بحصده ويا صدح سنوضوط بترينين كسو شري صدح ما أفر سنوضوط تضبا شرسي دي شرسا قال شر تبان شر كي هدى ويا وصدح سنة ما أفر سنو صدح سنة يمسا سلادوط بلتوكان كراها يعني مكا مالتي باشان سلادوط يا حيد صدح بقول يا لحد المالموض وحكود دوات كله فطه اوه المصد وكون يا شام بقول صدح كلا كسو واشان كونو صلاةات وحكود دو شان كونو صلاةات بالغوري ترينيغ هكو غاطو ماركو سوى قاعدو تبانشير صلاة دا هوا دا بالايني لكن ولي آخر الدم بلوغوري ماي وحد دم بلوغوري يا ماركو قاعدو محي قانقان تاني وحا الله الربا وحقفك نلوشي سيومي قا كبيريا إنه وقت هرال لغو ترينجريا ولا صوق أبصده إلا أي مركو قان قاعده وينادو أي كم من نغطو نلوشي سعادي نلوشي سعادي أي كم من نغطو وقفك آنو لباركو كينين حدي مركا علمها أن وحيابا دقاك إسلامي عاد الله رسول ديجن هدو ويادك تين لغو قرو marku yar yeyn la baro cunada in bisanka lo qabto maanta uu ilaabi bari uu qaban saadanba uu ilaabi laakiin muddat qowdi waxaad baraysaa inuu gacanta midiga wax ku cuno maalmaha hore bidix uu ku bilaabi markaas aad ka qaban maalmaha ku xiga uu ku bilaabi markaas aad doonto midigtaadi waatee maraso garan doona inuu qaldan yahay oo midigta ku bilaabi laakiin marka dambe si automatic uu midigta ugu cuni doona bidix uu iska ilaabiyo nolosha dhama waa aynka kan يعني تصالح فضوض ضدك وجرك ران أنت بدن عرضت مك يريت إنه دلك هو هينه قرية سعر إنه قوس كجينين بمبر اسمه إنه حدنا حفاير سعر كم واي واي المي روح بدن فهم ماي حفاير دال عقتا مدو كحارة صار صعدة لما تشير لما يبرد ما لها مك سوق قارو وحين ربنا إنه حفاير ذكر فرد إلا العقل هو دي ماي وبرتو مسخوش إنه سوق هاتو gaba beedmaan yar balala soo saara fadhiisa kaadi gaaso marka jaamar oo yaa ilaada kaadi ma hayso waa la qasba waa la wada waayo waxa la rabay in guriga ku kaajo haddo waxad bilowdaa inaad waqtiga u kala yara durkiso labadii saacadood saddexdii saacadood afartii saacadood saas loo soo wada aakhirka waxay gaadhay beedmaanka laga daayo wariya marka kaadi ku hayso sheegay ha ku kaajin guriga waa caruur ma garto marka kaadu soo hayso inuu kaadi tago ee markay ka soo daadanayso qayliya yiraahdo kaadaysa kaadaysa marka sala ila la gaadhe beedmaanka maalina guriga ku dhex gaacha marna waa laga gaadha waa la soo wada waqtu marka dambe gaadha oo qofkaasi musqusha la qabsado waxa ka dhaadhacda gurigu meel lagu kaajo inaano ahayn musqusha inay tahay meesha lagu kaajo waxa ka dhaadhacda kaadu marka ugu dambeysay ay ka daadanayso inaan la kaajire marka hore haday ku soo qabatay in la tago musqusha la soo kaajo idan training baad siisay ilaaya aad ku qanacday in qofka kan istabari karo oo kaajo karo markaas aad faraha ka qaadato nolosha gabigeedu waa caynka marka nolosha gabigeedu waa caynka taa macnaheedu waxa weeyaan in qof la train gareeyo wax la tababaro la cilmi loo sheego waxbarasho nololeed loo sheegaa waxay u baahantay in waqti la siiyo waxay u baahantay waqtiga in loo dulqaato
waxay u baahan tahay waqtigaasi si joogta in wax loo siiyo, waxay u baahan tahay ilaa iyo intuu qanaacada ah ka gaadhayo inaad sileeday wixii wuu qaatay oo wuu ku tababartay in la daba taagnaado. Marka qadiyada tarbiyada la yidhahdo gebigeeduba tacliinta caadigaa waxay kaga gedisanta tacliinta marbaa la sheegaa waa la iska tagaa, waxay kaga gedisanta istimraariya muddaa la wadaa ilaa iyo qofku waxa kan uu kala qabsanayo. Waxay leenahay nolosha oo dhammi marka nolosha oo dhammi caygaasay u baahan tahay. Ilmuhu intuu yar yahay waxaynu barraa markuu soo tooso inaanu cunnada ku bilaabin ee musqusha inuu ku cadaydo baxo. Maalmaha hore uu iska yimaada marmar buu canjeelada qaataa markaas war ma soo cadayatay, mar kasta hooyadii imtixaanka waa la taagatay, orod soo cadayo, orod waxaan soo samee. Marka dambe isagaa barta markuu indhaha soo kala qaado inuu qabto musqusha uu cadayga ka bilaabo, dabeetana intuu cadaydo soo farxasho kadib uu soo baxo. Dee noloshii gebigeeduba waa sida tan. Marka daad rabto inaad ilmo koriso, wax kastoo aad rabto inaad ku korisaa waa inaad aqbashaa time inaad siiso uu kula qabsado waxaasi uu noqdo inuu si caadiya uu bartay, dabeetana uu si caadiya ugu dhaqmi karo. Marka waxay yidhaahdaan attacwiid, in qofka waxa caado looga dhigaa waa wasiilo ka mid a wasaaisha tarbiyada. Waxaa ka mid a wasaaisha tarbawiga ah ee loo baahan yahay in ilmaha lagu tareegareeyo wasiilo ah targhiib wa tarhiib, in qofka waxna la necbaysiiyo waxna la jeclaysiiyo waxa xun iyo xumaantooda iyo dhibta ay leeyihiin iyo mashaakilka keenaan in la baro looga sheekeeyo, waxa wanaagsan iyo wanaaggiisa in la baro ilaa uu ka jeclaanayo wanaaggu wanaaggu uula muuqanayo, wanaaggu uu wanaaggu ula muuqanayo. Turuqda badan ee loo maro inaad markuu wax fiican siiyo aad tashjiiciso, eray ku tashjiici yacni inaad dhiirigeliso encouragement, ama eray fiican ku dheh, ama hadiyad u iibi, ama wax ku sii. Cagsiga markuu wax xun sameeyo in la ciqaabo, ciqaabtu budh maaha, siyaabo badan bay noqon kartaa, in laga aamuso, in la maago, in yacni heerar kala dambeeyo tiro badan bay mari kartaa. Inuu garto qofku waxan uu sameeyey wax xun inay tahay baa ugu muhiimsan. Sawaab iyo ciqaab baa inuu lagu tureyn garayn karo. Waxa uu baahan yahay ee ugu weyn waxaa ka mid ah asaalibta ugu fiican in la fahmi karo ayb kama maarmo bay yidhaahdaan inuu saaxiib yeesho. Western society waxay yidhaahdaan kama maarmo inuu saaxiibad yeesho, inankuna inaan hela inantuna inaan hesho iyo xagga kale usii wadaa. Laakiin maya inuu qofku qof kale uu la saaxiibo oo warkiisa u sheegan karo, uu nolosha la wadaagi karo, oo wax badan uu la joogi karo inuu helaaba muhiima. Sida awgeed baa saaxiibku dee nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum an yukhaalil. Qofku diinta saaxiibkii yacni dhaqanka saaxiibkii buu haystaa. Diin waa dhaqan, qofku dhaqanka saaxiibkii buu haystaa. Qofkiin ha eego cidda uu la saaxiibayo. Aabaha iyo hooyadu markay teenager ka fakarayaan inay gaadh ka hayaan maaha, ee waa inay u yeelaan ciddii lagu aamini lahaa, ciddu raaci lahaa, ciddu la noolaan lahaa, ciddu la sheekaysan lahaa, ciddu la joogi lahaa, ciddu wax la qaybsan lahaa. Waxaan ku soo koobaya wasaa'il ama qaab haddii la yidhaahdo, qaababa aad u tiro badan bay sheegaan culamaa-i tarbiya. Waxoo dhammina waxay ku soo koobmayaan hadafkii nolosha laga lahaa in qofkan loo gudbin karo. Waayo qofkan jinata kalibaad dhashay oo uu ku ekaanaya muuqaalka, laakiin sida uu fakaraya ama uu ku xidhan tahay gurigu joogo, iskuulka uu tago, miidiyaha uu daawado ama dhegaysto ama akhriyo, suuqa uu la kulmo, intaasaa waxay ka weynaan qofka. Nin dhallinyarada jaamacaddaaba wuxuu igu yidhi niyow markaan eegay buu yidhi da'deennan dambe hardwarekaynu leenahay buu igu yidhi softwareka cid kale softwarekood baa ku jira. Yacni qolada kombyuutarada ka shaqaysa waxay sheegaan hardware ina oo bahalka physically wuxuu ka samaysan yahay iyo programka ka shaqaysiya. Wuxuu leeyahay yeerarkan inagu hardwarekaynu dhallay une
software baa lagu shubay kala ka shaqeysiinaya buulay oo wixii aynu la rabnay waxaan ahayn shaqadiisa ku wada su'aashu marka wasaail karaan ka warramaya waxa weeyaan how to install saynu ugu install garayn karnaa software-keena inagu hadaba haddaynu hardware-ka leenahay software-keeni saynu ugu install garayn karnaa si uu programmadeena ugu shaqeeyo waxaynu nolosha ka doonaynay iyo sidaynu arkaynay iyo aakhira waxaynu ka arkaynay iyo nolosha adduun waxaynu ka arkaynay si uu ugu qanco ugu shaqeeyo sidee lagu install garaynayaa waxaynu u baahanahay ay means kasta oo la raaci karo in la raaco waxaan ku soo koobayaa marka waxaani waa wax dadaal iyo juhdi iyo waqti iyo xoog iyo xoolo iyo fikrad ba u baahan inay bulshadu isku darsato keenna macalinka iyo keenna wadaadka midna qofkiisa qura ma hayn karayo qofkana meel gaara kuma xabsii karaysid qofku bulshuu ka tirsan yahay marka waxaynu u baahannahay inaynu ururadeenna iyo masaajideenna yeelanno waxaynu u baahannahay iskuulladeenna iyo sistamkeenna inuu yeelanno waxaynu u baahannahay naadiyadeenna iyo dhulkaynu ku cayaarayna inuu yeelanno waxaynu u baahannahay inaynu bulsho jirta noqonno laakiin haddaad ku tala gashaan individualist qofba intu meel dega inuu ismaamuli karo ilow maad egsbertka ugu weyn ahaati waxba ma wadi karaysid ama egsbert noqo ama sheekh noqo ama miskiin noqo waxba ma wadi karaysid waxaad wax noqon karnaa markii waxaynu wada aaminsanay cidda aaminsan intaynu ururinno aynu wax wada yeelan karno sidaasoo qura aynu ilma u heli karno miidhiye ka warramaya waxaynu rabnay iskuul ka warramaya waxaynu rabnay guri ka warramaya waxaynu rabnay naadi ka warramaya waxaynu rabnay waayo hadduu ilmuhu tanaaqud ku dhaco isburin hadduu ku dhaco waa mushkilad guriga waxaad maantao dhan kalahayd way wanaagsan yihin haddii iskuulka lagaga yidhaahdo way xuntay ama waxaad guriga maanta o dhan ka warramaysay ee way xuntay soo sharxaysay haddii iskuulku uu ka sharxo inay fiican tahay dee dhib bay noqonaysaa laba valiyo kala gedisan baa ilmihii tanaaqud welina muu gaadhin da'dii uu caqligiisa si toosa intuu u isticmaalo uu wax naqdin lahaa wax criticiska uu isagu isticmaali lahaa uu isku fillaan kari lahaa ee wuxuu u baahan yahay waqtiga uu cid kale ku dayan lahaa inuu joogo marka waxaan idinku soo koobayaa haddaad rabtaan inaad ilmo dhulkan ku rabaysataan ilaahay barya midoobana sala allahuma cala nabiyi muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam